الجرح بيكون جرح المفتعل بيكون في مكان غير خطير، بيكون في مكان ايه؟ يعني انا عايز اعمل جروح في نفسي بس مش عايز اموت نفسي، فبعملها فين؟ في الاطراف العلوية او الاطراف السفلية. لكن انتوا هتشوفوا عيال في حجز الشرطة، العيل بتلاقيه فاتح الفروة بتاعته وشايف الجمجمة بتاعته، العيل فاتح كيس الصفن ومطلع خصية، العيل مخيط بقه، كل الكلام ده هتشوفوه مخيط بقه. موجود ليه بقى يا فندم؟ لان الواد ده تحت تأثير ايه؟ تحت تأثير المخدرات، وبالتالي احساسه بالألم احساس ضعيف او مش موجود. بمناسبة المخدرات عشان نعدي يعني نعدي عليها لانه هي محاضرة واحدة اللي انا معاكم يعني ف ربنا يسهل ان شاء الله. بمناسبة المخدرات، احنا لما بنيجي ندور على المخدرات ندور عليها في الدم ولا في البول؟ ها؟ في البول؟ في الدم؟ اختلفت الأئمة وفي اختلافهم رحمة. ماشي، ندور في الاثنين يا فندم. ماشي، ليه؟ يعني مثلا انا رحت مش انا يعني واحد راح فرح، ماشي، وراح كده في فرح كده وبتاع والناس عماله تشرب سجاير حشيش وادوا له سجاره كده مساء الخير وبتاع، الراجل خد السيجاره شرب السيجاره، يفضل ماشي عادي يا جماعه، بس اهم حاجه ارفعوا رجليه لفوق بعد اذنكم لما تخرجوه بعد اذنكم، بس عشان من المنظر ده. بس هو شاف المنظر عادي يا جماعه، مفيش فيه اي حاجه، ده يترفع رجليه لفوق بس هيرجع الدوره الدمويه بس وبتشوف هو اتخض شويه بس شاف المنظر اتخض يعني. عشان كده عشان تعرف المحاميات عندك عاملين ازاي. ده ما شاء الله ده يحضروا تشريح يا باشا، ده مفيش واحد فيكم يتجوز محاميه من اللي قاعدين دول. ما شاء الله عليهم حاجه صعبه قوي، ما شاء الله عليهم. شفتوا الرجاله حصل لهم ميت يا باشا. المهم يعني سمعته دايما اللي بتاكل دراع جوزها ولا مش عارف ايه، فربنا يستر. المهم الحشيش ده يفضل ايجابي في البول لغايه 3 ايام، لكن يفضل ده بنتكلم على واحد خد سيجاره هو مش مدمن، لكن يفضل في الدم 6 ساعات فقط. ماشي، طيب واحد مدمن تعاطي حشيش مثلا، فهو بياخد بيشرب حشيش بياخد 4-5 مرات في الاسبوع، ده اسمه مدمن تعاطي. ماشي، فده يفضل ايجابي في الدم لغايه 3 ايام تقريبا. ماشي، يصل لو كان هو شديد الادمان هيوصل لغايه 3 ايام، يفضل في البول لغايه بعد اخر تعاطي 40 يوم ل 90 يوم. ماشي، بشوف الفرق. يبقى احنا لازم نحلل الاثنين مع بعض. ماشي، الدم هيدينا مؤشر عن المده هو بقاله قد ايه، والبول هياكد لنا اذا كان هو متعاطي ولا لا. ماشي، طبعا بالنسبه للتحليل عندنا في مصلحه الطب الشرعي، هو التحاليل ليها نوعين. الناس اللي هم بيوقفوهم في لجنه في المرور وبيحللوا لهم بالكارت، الكارت ده اللي يحطوه في الايه؟ في البول. السواقين بتلاقيهم ماشيين، سواقين النقل كل واحد كده شرايط منع الحمل معاه قد كده ومعاه خل ومعاه لبن، اي اول ما يخش على لجنه يروح شارب خل قد كده، ماشي، كوبايتين او نص بتاع خل كده يشرب شاربها، ويقعد ياخر عينه البول ربع ساعه تلت ساعه لغايه لما انت عارف السوائل بتنزل بسرعه لغايه ما تنزل لما الخل ينزل على البول. ماشي، مش مفيش عينه عندي يا بيه، يقعد للظابط ما عنديش عينه لغايه ما يتاخر شويه لغايه لما ايه
الخل يشتغل. المهم يحطوه في الكارت يطلع سلبي وهو متعاطي، لان الكروت دي للاسف لو اي واحد غير البي اتش بتاعت الدم، يعني ايه البي اتش؟ انت الدم بتاعك قلوي، لو انت خليته حمضي مش هتطلع اي نتيجه مخدرات. نعم هيعرفوها ماشي. فانت دلوقتي لو جه واحد خد اي حاجه تغير البي اتش بتاع الدم، يعني شرب لبن بكميه كبيره، شرب شويه خل ماشي، فهيغير البي اتش هيطلع سلبي بالرغم ان هو متعاطي. انما عندنا في مصلحه الطب الشرعي احنا بنحلل بالاجهزه، الاجهزه بتجيب الحاجات الدقيقه جدا، مش بنحلل بالكروت. عشان كده لو في تعاطي بيطلع عندنا ماشي. عشان كده النتائج بتاعت الكروت دي لا يعتد بيها، وانت ممكن تطعن على اي نتيجه كارت ماشي، بتطلع نتائج ايجابيه وسلبيه خاطئه. نسبه الدقه بتاعتها 98%، يعني بعد كده معنى كده ان عندها 2% بتطلع ايرور، بتطلع اخطاء. وممكن الراجل بتاعك يكون من ال 2%، وارد ولا مش وارد؟ انما مين اللي ياكد صحه النتيجه؟ ان انا اخد العينه دي احطها على جهاز الجي سي ماس تطلع ايجابيه، يبقى الراجل ده فعلا متعاطي.